اعتقد ان حتى اللعيبه لما بتكلم مع اللعيبه هناك مبسوطين جدا جدا من اجواء المعسكر ومن المعسكر نفسه، التنظيم والاجواء والمكان وكل حاجه هناك بصراحه المعسكر ماشي يعني على ما يرام. تتوقع انه في الفتره دي مارسيل كولر يرجع بشكل جديد مع الاهلي، ولا يراهن على نفس الطريقه والاسلوب اللي نجح بيه في الموسم الاخير يا احمد؟ اعتقد ان الطريقه مش هتتغير، مش هتتغير. تغير 4 3 3 دي هي مدرسته، هو مدرسه الطريقه 4 3 3 المتوازنه اللي اغلبها هجوميه، لكن اعتقد ان ممكن في بعض العناصر تدخل. يعني انا اتوقع طبعا امام عاشور لو ان شاء الله يعني مرحله التأهيل تخلص هيكون ليه دور مهم جدا. رضا سليم ليه دور مهم جدا. ما ننساش ان بيرستاو، الناس كتير يعني بتقول طب رضا سليم بيرستاو، ممكن نلاقي بيرستاو موجود في مركز المهاجم في مباراه السوبر، يعني ده احتمال كبير برضو ان هو لاعب مهاجم مع بيتسو موسيماني كتير. فاعتقد ان العناصر ممكن تتغير. بتلمح لحاجه معينه ولا لا؟ مش بلمح لحاجه معينه ولا حاجه، انا بقول ان دي بعض الافكار اللي هتبقى هناك في المعسكر ممكن تمام. تبدا تطبق. اوكي، لكن مش بلمع حاجه معانا ولا حاجه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ما شفناش بيرستاو مع مهاجم مع مارسيل كولر. يعني لعبها مش كتير، يعني لعبها تغيير. ما هو انت لما تيجي اجمالي عدد المباريات تتكلم ان هو جربه او استخدمه في المركز ده، لا ما انا بشوف ان هو ما استخدموش ومش في خطط مارسيل كولر. المعسكر هنا ممكن يديك مساحه ان انت تبدا تطبق افكار. انا شايف ان رضا سليم بيلعب في كذا مركز. هو من بيرستاو ومن كهربا وبين صلاح محسن، مين من وجهه نظركم التركيبه الامثل؟ سيبك من الحاله والتالق ممكن لعيب يبقى في يومه، ممكن لعيب يبقى مش موفق، دي قصه، لكن انا بتكلم على مواصفات بروفايل اللعيب، مين الاقرب فيهم ان يكون راس حربه نموذجي؟ تسعه مهاجم صندوق؟ لا تسعه الاهلي ما فيهوش تسعه غير صلاح محسن حاليا وزعلوك طبعا، يعني أيوة. تسعه رقم تسعه تارجت راس حربه تسعه يلعب أيوة. بدماغه صلاح ويلعب وزعلوك. صلاح وزعلوك لكن بيرسي وكهربا، كهربا بقى بيلعب دور المهاجم الوهمي ونجح فيها جدا، خدم طريقه لعب مارسيل كولر وفاز على المستوى الفردي بلقب هداف دوري ابطال افريقيا، ودي مسابقه كبيره. ولكن احنا بنتكلم ان ككولر هيدخل مباراه السوبر الافريقي في حاله ان مفيش مهاجم جديد انضم للنادي الاهلي في الفتره ديت قبل مباراه السوبر الافريقي، لا انا اعتقد هيدخل بالثلاثي تاو الشحات كهربا. هو حتى لو الصفقه تمت، يعني واحنا قاعدين بنتكلم مثلا خلصنا الحلقه قلت لكم الصفقه تمام. هل تتوقع ان يخش في حسابات مارسيل كولر في مباراه السوبر؟ انا اتوقع كولر ممكن يعملها. كولر المدرب الوحيد الجريء، ممكن يعني انا بشوف ان هو مدرب جريء جدا ممكن، ومدرب جريء واوروبي، تفكير اوروبي مش تفكير يعني اللي هو ممكن يقول لك لا انا ليه هبدا استنى شويه لما ينسجم. مفيش انسجام من ساديو ماني وصل النهارده لاعب في نفس اليوم. فخلاص اللعيبه الاوروبيه او اللعيب الاجواء دلوقتي الفكره اتغير. فكرتني صحيح، هو الترتيب ايه دلوقتي في الدوري السعودي؟ هو انا في بس اربعه كانوا امبارح في النصر. انا كده مراهن في الاخر ان النصر هياخد الدوري. انت بس انت لسه بدايه متعثره قوي، انت لسه عند رهانك. يعني احنا كده خلاص الدوري بدا مفيش تغيير. اتحاد جده هلال، هو نيمار متختخ شويه، اخدت بالك انه نيمار راح يتبسط الرهوان عملها معاك اول ما راح عمل الاكسجين، كان نيمار عمل فتح وراح المستشفى السعودي. اول ما راح هناك الناس في جماهير الدوري السعودي قال لك ما احنا مش عايزين سالم، اللي هو بالنسبه لهم يعني بيعشقوه. جاب جون حلو قوي سالم جاب جون، ده نيمار نزل له ستوري قال له يعني برافو، يعني جون ده بيفكرني طبعا عشان حضرت المباراه طبعا بتاع ستيف ماكمانامان، حد يعني فاكر كان نهائي دوري ابطال اوروبا وهو في الريال ولا هو في ليفربول؟ لا هو في الريال وراح جابه بنفس طريقه ستيف ماكمانامان. فانا حضرت كان 1-0 المباراه ديت، مش فاكر كان بيلعبوا قدام تقريبا، مش فاكر، كانت مباراه صعبه جدا وسيف ماكمانامان هو اللي حسبها يعني باللعيب برده قوي. كان من الانجليزي اللي نجح وسولاري برده في الريال كان عندكم كان عالمي. لا ستيف ماكمانامان من اللعيبه الانجليزي اللي نجحوا مع ريال مدريد، يعني اصل الجون ده شهير لان هو جابه بطريقه يعني مميزه وبقت بطريقه ستيف ماكمانامان، هو يعني حتى سالم دوسري اللي جابها فان حتى تعلق عليه. انا بشكرك انك بتشكر في فريق الهلال. لا مش قادر اتكلم عن النصر، النصر بيعاني. النصر لما كان لا خلاص انا اعتقد ان هو وجد الطريق خلاص. النصر فتحت التدعيمات وصلت، فاكت اوتافيو فقد ستة اول مباراه، بس انا اقول لك حاجه، احنا لو جينا اتكلمنا عالميا والهلال برضو ما هو بيترنح، يعني احنا تعادلنا في مواجهات مباشره يعني في مواجهات مباشره صح مترو في مواجهات النهارده في تقريبا النهارده اهلي جده والهلال على ما اعتقد، يعني لا ما عنديش معلومه. عرفوا لنا كده لو النهارده في لا مفيش المنافسه في الدوري او المواجهه اللي جايه يبقى ممكن الجمعه تقريبا الهلال واهلي جده، ده هيبقى المنافسه في الدوري السعودي هتبقى بين اتحاد جده والنصر. الهلال بالرغم ان هو اقوى او مروح لا ما تروحش طبعا، خليك قاعد معانا شويه. الهلال اقوى
ميركاتو اتعمل في السعوديه، لكن اغلب اللعيبه اللي جابها يعني مش بقوه اللعيبه اللي جت في اتحاد جده والنصر. سجل بقى الحاجات دي بتتسجل يعني انا بيتهيألي انه من الدوري السعودي كله هيبقى الماتشات بتاعه الاربعه او المواجهات بين الاربعه الكبار. مفيش اهلي جده، عشان اهلي جده في الجامعه هو الاربعه الكبار، اهلي هلال، هلال اتحاد، نصر اتحاد، ويجي من بعدهم شويه الشباب. لا الاتفاق مع جيرارد يعني ماسك نفسه شويه. لا مش ماسك. اتفرجت على مباراه كان الهلال بيلعب مع الاتفاق، صح؟ هو الهلال والاتفاق يعني بجد. طب اسالكم حاجه، الاسماء الكبيره اللي ظهرت في الدوريات حسيتوا انها بتادي بنفس المستوى او ظهرت بنفس الشكل اللي كانت بتلعب عليه في اوروبا؟ في يعني رونالدو مثلا واخد الموضوع جد جدا، يعني كريستيانو رونالدو حتى الان. طيب خلينا هرجع للجزئيه دي تاني، بس نروح النمسا. خبر حلو. لا لسه الخبر حلو. حاسس ان في خبر بعد الحلقه. حاسس ان في خبر حلو يعني. لسه ايوه، بس هو احنا دايما متعودين يوم الاربعاء نخرج نلاقي الخبر الحلو. انا متفائل بيوم الاربعاء ان في خبر حلو، ان يعني ان شاء الله يكون المهاجم يتحسن النهارده ان شاء الله. خلينا نروح لفاروق صلاح في النمسا مع فريق النادي الأهلي. طمن